ذهب الطائفة تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل ويزعمون على أن بعض الطوائف نعم تقول أن للأولياء معرفة خاصة من المغيبات دون الرسل المغيبات ويزعمون على هذه المقالة قصة خضر مع موسى ويقولون هذا دليل على معرفة الأولياء حكم الحقيقة والأنبياء علم الشريعة أفيدوني. هذا كما أشرنا في كلمتنا أن منهم من يدعي أنه يطلع على ما لم يطلع عليه الرسل وأنه يأخذ من المعدن أو من المعدن الذي تأخذ منه الرسل، هذا شيء يقوله غلاتهم ويزعمون أنهم بذلك ليسوا بحاجة إلى الرسل، لأن الرسل إنما جاءوا للعوام، وأما هم فهم قد وصلوا وصاروا من الخواص فليسوا بحاجة إلى. والخضر عليه السلام اختلف فيه هل هو نبي أو ولي، والصحيح أنه نبي، وأن الله قد أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين، والأمور التي ذكرها الله عنه في سورة الكهف دليل على نبوته، لأنها أمور لا يطلع عليها إلا من طريق الوحي. الخضر الصحيح أنه نبي وليس هو من الأولياء فقط.